أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تمسكها بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، ساعية في الوقت ذاته إلى إبرام اتفاق تجاري مع دول الاتحاد. يبدو أن بريطانيا تبحث عن بدائل استراتيجية تحفظ لها مصالحها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن بريطانيا تريد التوصل لاتفاق تجاري شامل مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية دفاعية لدى انسحابها من الاتحاد. من جانبه أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في أن تجد الحكومة البريطانية مخرجا للعودة إلى مظلة الاتحاد، كما وصف ماكرون الاتفاق الذي تسعى بريطانيا لإبرامه مع دول الاتحاد بعد عملية الخروج بالأمر الممكن. يوجد حل يتناسب مع مطالب بريطانيا، لكن الحل الخاص يجب أن يتماشى مع الحفاظ على السوق الموحدة ومصالحنا المشتركة. لا يمكن الوصول إلى السوق الموحدة بشكل تام إذا لم توافق بريطانيا على مبدأ الانتماء للاتحاد. الحل قد يكون إما الوصول للسوق بشكل تام أو باتفاق تجاري خاص، إلا أنه لا يمكن الحصول على خدمات مالية في السوق وفقا للشكل الذي تريده بريطانيا، ولا يمكن تحقيق مطالب لندن بشكلها الحالي لأن ذلك يعني تفكيك هذه السوق. وأبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا للانفصال الشهر الماضي، مهد الطريق أمام إجراءات محادثات بشأن العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل، وعزز أمال حدوث انسحاب منظم من مظلة الاتحاد. بريطانيا كما يرى مراقبون تحاول الحفاظ على مصالحها مع دول الاتحاد دون أن تتراجع عن إجراءات الانسحاب، ما يجعلها تفكر في بدائل تعزز روابطها بالدول الأوروبية حتى لا تتأثر سلبا بقرار الخروج.